السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصتنا النهاردة عن كلب أهل الكهف. في زمان بعيد كان هناك مدينة كان حاكمها ظالما جبارا، وكان كافرا يجبر الناس على عبادة غير الله، ومن كان يصر على عبادة الله كان يعذبه عذابا شديدا. وفي هذه المدينة كان يعيش مجموعة من الفتية يؤمنون بالله عز وجل، وكان معهم كلبهم تابعا لهم. وذات يوم علم الحاكم الظالم بأمر الفتية الذين يعبدون الله تعالى، فاشتعل غضبا وأمر حراسه بالقبض عليهم حتى يعذبهم ويتراجعوا عن عبادة الله. لكن الفتية رفضوا وقرروا الرحيل من المدينة، وصار الفتية ليلا وصار معهم كلبهم ليحرسهم. وفي طريقهم وجدوا كهفا مهجورا خارج المدينة، فدخله الفتية ليستريحوا ومعهم كلبهم، وناموا نوما عميقا. وعندما استيقظوا كانوا جياعا، فقرروا إرسال أحدهم لشراء الطعام. وعندما دخل المدينة لم يعرفها حيث تغيرت تماما، وكان معه نقود تعجب منها التجار فشكوا في أمره. ثم أتى بعض الحراس وألقوا القبض عليه. وعندما وصل إلى قصر الحاكم أدرك أنهم أمضوا 309 أعوام نياما. وفي هذه الفترة رحل الحاكم الطاغية، وأصبحت المدينة يحكمها حاكما مؤمنا. وتعجب الملك من قصتهم وقرر أن يذهب إلى مكان الكهف، ورأى الفتية الآخرون ورحب بهم، وفهم أن هناك معجزة قد وقعت لهم. ولم يلبس أولئك الفتية إلا أن ماتوا جميعا هم وكلبهم في نفس اللحظة، وأصبحوا آية للعالمين. ودلوقتي جه ميعاد الفزورة. من هو الصحابي الذي لقب بالغني الشاكر؟ هنتظر إجابتكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.